في مكان ما بين خبايا نباتات العليق الشائكة توجد مملكة الأقزام والجنيات. جميع المخلوقات التي تعيش هنا صغيرة للغاية. أنا بن إلف. وأنا الأميرة هولي. هيا بنا لنلعب. انتظرينا. مملكة بن وهولي الصغيرة. مغامرة اليوم تبدأ في القلعة الصغيرة. مزرعة الأقزام. أيتها المربية، أين الفطور؟ آسفة يا صاحب الجلالة، لكن الأقزام لم يحضروا الطعام بعد. أريد بيضة مسلوقة وحاسب، ألا يمكنك استخدام سحرك؟ طبعاً يمكن إحضار بيضة، لكن مذاق بيض المزرعة أفضل. لا أكترث، أنا جائع وأريد بيضة الآن. حسناً يا صاحب الجلالة. أبراكادابرا، بيضة مسلوقة حالاً. أوه، الرائحة كريهة. هذا مقزز. ما هذا؟ بيضة تنين. إذن تخلصي منها. بالسحر سأحضر دجاجة حقيقية لتضع البيض لك. لا شكراً، سأنتظر وصول البيض من مزرعة الأقزام. هذا يستغرق وقتا يا صاحب الجلالة. لن أترك هذه الطاولة إلا حين أتناول البيض. كما تريد يا صاحب الجلالة. مربيتي لقد وصلوا. مرحبا بن. مرحبا هولي. وصل الطعام. لماذا تأخرت سيد إلف؟ الملك انتظر طويلاً طعام الفطور. آسف أيتها المربية، سقطت جزرة منا في الطريق وكان علينا العودة لأخذها. حسناً، هيا لندخل الطعام بسرعة إلى القلعة. جزرة، طماطم، خزة صغيرة. أين البيض؟ البيض؟ هذا هو بالذات ما نريده. يريد الملك بيضة. سنعود إلى مزرعة الأقزام ونحضر له بيضة. هولي، أتريدين أن تأتي معنا؟ أجل من فضلك مربيتي، أيمكنني الذهاب؟ حسناً عزيزتي، واحرصي على أن تحضري بيضة جيدة. ما صوت الطنين هذا؟ أمل ألا يكون من المحرك. إنها الدحسوقة غاستون. غاستون، ذاهبون إلى مزرعة الأقزام، أتأتين معنا؟ مرحبا أيتها الأميرة، أهلا بكم في مزرعة الأقزام. ارتدي الخوذة الواقية. لكن لماذا؟ لحمايتك إذا سقط شيء على رأسك. سنذهب إلى قسم الجزر من هنا. كما ترون هذا هو حقل الجزر. انتبهوا رجاء، سنخرج الجزر. اسحبوا. يا للروعة. مرحبا أيتها الأميرة هولي. مرحبا سيدة إلف. من هنا إلى اللقاء. وداع. هذا هو حقل الخس. غادر المكان، غادر المكان، غادر المكان. أخبرني لماذا لديك مظلة؟ سنجعل السماء تمطر. وذلك بالسحر؟ لست بحاجة إلى السحر إن كان لديك وعاء ري النباتات الكبير. يا للروعة. ادفعوا. هذا مدهش.
إن كنت تظنينه مدهشاً فانتظري حتى تري نباتات الطماطم. واو، هذه هي نباتات الطماطم. يا للروعة. أعتقد أن عليها الكثير من حشرات الطماطم. يا للهول، حشرات الطماطم تحب أن تأكل نباتات الطماطم. اذهبي من هنا. هيا 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 هيا. إنها تعود مجددا. أجل، ليتنا نجد طريقة للتخلص منها. لقد أخافتها غاستون. بالطبع، الدعاسق تحب أن تأكل حشرات الطماطم. أنت ذكية غاستون. يجب أن تكون المسؤولة عن مكافحة الحشرات. يمكننا أن نحصد الطماطم الآن. تابعوا. حسناً. طماطم. هذا يبدو خطيراً. إنه كذلك، لهذا نرتدي هذه الخوذة. لكن هناك عمل آخر وهو خطير جداً. ما هو؟ أستطيع رؤيته؟ قد يكون مخيفاً. أنا لست خائفة. إنه العمل الأكثر خطورة في العالم بالنسبة إلى الأقزام. ما هو؟ البيض. وما هي الخطورة في جمع البيض؟ الدجاج. يا للهول، إنها كبيرة جدا. أجل، لهذا لدينا هذا السياج العالي، ولهذا من المهم جدا أن نغلق البوابة. هذا شيق. انتظري أيتها الأميرة هولي. هذه الدجاجات لا تبدو خطيرة. إن جمع البيض هو الخطير. كيف تأخذون البيضة؟ يجب أن يركض القزم بسرعة كبيرة نحو البيضة ويحملها ويركض بأقصى سرعة ممكنة. فماذا يحدث إن لم يركض بسرعة؟ سترقد الدجاجة فوقه. غير معقول. حتماً عرفت الآن مدى أهمية إغلاق البوابة دائماً. لقد هرب الدجاجة. أمسكوا بالدجاجة. بسرعة إلى الشاحنة. اتبعوا تلك الدجاجة. لا، توقف مفتاح الشاحنة. بسرعة هولي لنديره من جديد. أوه، أهلا. هلا يعطيني أحدهم بيضة الآن. يا للهول. أيتها المربية، طلبت منك ألا تستحضري دجاجة. هذه ليست دجاجتي. أيمكنك فهم لغة الدجاج؟ أجل صاحب الجلالة. إذن ماذا قالت؟ قالت الدجاجة. أوه، انتبهي أيتها المربية، إنها حيوان خطير. لا تكن سخيفاً، إن
إنها دجاجة وحسب. وضعت الدجاجة بيضة. مرحى. يا للروعة. أجل، هذه الخدمة أفضل من شاحنة الأقزام. ماذا؟ أيتها المربية، أيمكنك أن تطلبي من الدجاجة أن تحضر لنا بيضة على الفطور غدا؟ بالتأكيد يا صاحب الجلالة. Ha 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 ha